السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما على راديو 36. ضيوف اللي معنا اليوم الفنانين الشابين زهير بهاوي وإيهاب أمير الجنود الجدد. سي زهير مرحبا بك معنا في راديو 36 ومرحبا بك معنا في التجنيد. شكرا أخي ديالي على الدعوة، وأنا الصراحة سعيد حيت شفتك وسعيد بالتجنيد. مزيان، غير هو راه ما كاين لا حديدة ديكابوطابل لا ستوري. عرفت سوق الطنك؟ شني قد عني الطنك؟ بنتي لي عندك غام على الطاق، أما الطنك صعيب عليك. السي زهير، السي إيهاب فرحان بالجنيد؟ صراحة فرحان بزاف، غير أنا راه عندي شوف نقص، خفت نبغي نتيري في العدو ونتيري في بهاوي. إن شاء الله غتولي تشوف مزيان، والسي بهاوي غادي يولي سوق الطنك، غير صبروا. معنا أبيل من صديق ديالكم عمر بالمير، بغى يبارك لكم على الأثير مباشرة. تفضل سي عمر. أخوتي هنيئا لكم الجنيد وبون كوراج، والله إلا فرحت لكم. تا أنا بغيت نمشي ولكن ما كراش ندي معايا رجاء. علاش؟ بغينا نديرو الفلوق تما في القشلة صاحبي. الفلوق غادي المرزوقة، راه العسكر داسي. ولكن راه عندي مشكل، انا غادي يخسر ليا الكيراتين. اتاش من كيراتين تما، راه كاين غير الكيراتين، غادي تكرط. على العموم شكرا على الاتصال، تسنى نوبتك. السي إيهاب، من غير انك فرحان، واش مستعد للجنيد؟ انا مستعد، ولكن انا عندي مشكل. شنو هو؟ باش ما تخسرش ليا البشره في الشمس ما كراش نخدم في الظل. وزعما ضروري الظل؟ ايوا راك غتضل واقف. وعندو الحق الخاوه ديالي، الفنان هو الوجه ديالو. وانت هذاك وجهك كلك فاك السي زهير على داك السطوري اللي لحتي. فكرتيني في السطوريات، انا راه خاصني الويفي في القشله باش ما يمشيليش التفاعل من انستغرام، فهمتي اخاي ديالي؟ تم غير نسى السطوريات ونسى التفاعل واراك الفعل. معنا ابيل، شي واحد بغى يهضر معاكم. تفضل سيدي. الو، السلام عليكم. مرحبا بلي فان ديالنا. معاك المقدم اش من لي فان. ولدي زهير، سمعت انك صبغتي اللحيه. وجاتني مزيونه. يلا كرطها وهبط غير الكاميو ديال القشله قدام الراديو كيتسناك. شكون اللي معاك تما؟ إيهاب امير. داك اللي غنى ما درنا والو، وقول له هبط راه درناك في لا ليست. واخا نساليو البرنامج ونهبطو. قلت لك هبط، ما عندناش الوقت. عسي السي بهاوي، شي كلمه اخيره للجمهور ديالك؟ بغيت نقول لهم ينساو الجديد. وانت سي إيهاب، انت شي كلمه اخيره للجمهور ديالك؟ شكرا لكل فان ديالي، وبغيت نزيد ناكد لهم باللي راه جاتني دعوه للتجنيد وجاتني دعوه للموازين. المهم دوزوا تفرجوا، راه الا ما كنتش كنغني غادي نكون مكالي الناس لا يطيحوا البريار.